ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هل هناك دعاء أكرره وأذكره عند الولادة؟ لا أعلم شيئا خاصا دعاء خاصا بالولادة، لكن دعاء الله على سبيل العموم، إذا ولا سيما إذا مسها الوجع أو الضرر، تدعو الله أن يفرج لها، أن يشفيها، أن يعينها، لا بأس بذلك. نعم.